اللعيبه اللي المفروض تيجي هتيجي تمام. طب في نقطه اللعيبه يا كابتن اللي المفروض تيجي هتيجي ده، هل من الممكن ان نجد في النادي الاهلي خلال الايام القادمه صفقات يحتاجها النادي الاهلي او يحتاجها الفريق الاول للنادي الاهلي؟ اشتغلنا عليها يا اسلام. نعم ماشيين فيها بشكل كويس، خطوات كبيره جدا جدا، وان شاء الله الرحمن نكملها على خير. تمام. لا انا عارف ان ما ينفعش نتكلم فيها، ولكن يعني عايزين كل ثلاث ايام كل ثلاث ايام بتلعب مباراه. نعم ما عندكش متسع من الوقت. متسع من الوقت ان انت تبقى يعني الناس تاخد راحتها وتيجي شويه من الاصابات مع اللعيبه الجديده مع اللعيبه الموجوده تعمل تيم زي الفل. تمام. انت بتشتغل سريع 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 سريع. موسم استثنائي، موسم صعب مش سهل. نعم. فعلي الناس على الناس انها تستوعب كده، الناس تبقى عارفه كده. قد يكون النجاح سريع جدا وممكن بعد شويه النجاح يجي. لازم تبقى في ظهرنا ولازم تبقى معانا. عندنا بطوله افريقيه وعندنا دوري وعندنا كاس وعندنا بطولات ثانيه وعندنا السنه الجايه وعندنا حاجات كتير بنعملها. تمام. في الوقت الحالي بس اللي عايز اقوله ان الناس تبقى مدركه تماما ان الوقت صعب. طب الوقت الصعب ده هنقعد نتكلم على بعض فيه وهنبدا نتكلم في حل ممكن يتحل يعني يبقى نجاح بعد 10 ايام مثلا بطريقتنا بعدم حسن ادارتنا للموضوع، ممكن الحل ده يجي بعد شهرين ثلاثه طول. لا مش عايز كده. جمهور النادي الاهلي يبقى في ظهر النادي وفي ظهر الاداره وفي ظهر اللعيبه. نعم. الفتره مش هتطول.